الآن يا شباب نفتح من جديد سوليد ووركس ونروح على نيو بارت. اوكي هذه رسمة للبوشينج اللي راح نرسمها هلأ. طبعا في التجميع راح نحتاج من البوشينج راح نحتاج قطعتين زي البراكت، راح نحتاج قطعتين من البراكت، هذا بنشوفه بعدين في التجميع. انت ترسمها مرة واحدة بس، لكن في التجميع تسحبها مرتين. البوشينج هي قطعة اسطوانية، شكل العام هو اسطواني ما عليها تفاصيل، غير انه القطر الخارجي في الاخير هنا بيصير اكبر. يعني احنا شغالين على قطر 30، على قطر 24، وعلى مجوف تجويف بقطر 18. فراح نرسم دوائر وعلى طول نعمل لها اكستروجن. نختار واحد مثلا من البلينز الفرونت مثلا ونخليه قدامنا ونورمال 2 ونعمل سيف، نحفظ الفايل. طيب نحفظ الفايل عندنا، باسمه بوشينج. تمام بارت ونبدأ. خلينا نرجع للبي دي اف. راح نرسم رسمة القطر 24، كم نعمل لها اكستروجن؟ 18. التوتال هنا الارتفاع الكلي 21، يعني الفرق بين 18 و21 3 ملم. او نبدأ بالعكس، نعطيها 30 ملم القطر ثم بعد ذلك تروح 18. طيب نبدأ مثلا سكتش سيركل بقطر، نروح نعطيه سمارت دايمنشن، نعطيه 30، ونروح على فيتشرز نعطيه اكستروجن بس بسمك 3 ملم ثم نعطي اوكي. وبعدين نجي على هذه الواجهة القاعدة هذه، نجي نورمال 2 ونروح سكتش، طبعا سجل نعمل حفظ، نروح سكتش نرسم عليها دائرة بقطر كم؟ بقطر قلنا قطر كم؟ خلينا نشوف، أيوة قطر 24، بقطر 24 ملم. أوكي نعطيها تيك أوكي، ثم نروح على فيتشرز اكسترودد بس، كم هذه ارتفاعها؟ 18 ملم، نعطيها اوكي. هذه 18 ملم اوكي، هذه اكيد 21 بما انه 18 مع 3 تساوي 21. باقي تجويف 18 بسيطه، تختار اما هذه الجهه او هذه الجهه اللي تبغى وتجيبها نورمال 2 ترسم عليها دائره. نروح على سمارت دايمنشن، كم التجويف؟ نروح نعطيها هنا 18 ملم اوكي. ثم نروح على فيتشرز اكسترودد كات، اكسترودد كات راح نعطيها ثرو ال، ثرو ال من خلال كل المادة. هذا البوشينج خلاص، لو عايز تشوفه ايسومتريك هذه ايسومتريك وتسيف اوكي الحذف. تمام، وهنا خلصنا كل القطع اللي نحتاجها في التجميع.